السلام عليكم ورحمة الله أزو في اللون. معلومات من مصادر موثوقة، يعني ما فيهاش أدنى شك، تفيد باللي الدركي محمد عبد الله اللي كانوا جابوه من إسبانيا مع الحراقة وسلموه للسلطات الجزائرية، تم ترحيله من سجن الحراش إلى السجن العسكري بالبليدة، وضعوه في البلوك بي الطابق الثاني في زنزانة مخصصة عادة للمعاقبين، يعني ليتعاقبوا، لأن الزنزانة هذه جدرانها مسبوغين بالأسود كما حكوا لنا مصادرنا، والنافذة اللي موجودة فيها غالقينها سادينها مخلين غير شوية بصيص تاع ضو يدخل، يعني واحد اللي يطول فيها يقدر يفقد البصر. الوضع اللي يراه فيه محمد عبد الله وضع لا إنساني على الإطلاق، منذ وصوله هو في حالة تعذيب. عذبوه مع الوسط، جاء الوسط يضربوا فيه البوليسية وكذا، ولاد حرام كامل في الرحم هما يمثلوا في العصابة. زادوا عذبوه في عنتر، عذبوه في باب جديد، يعني وين يروحوا هما يعذبوا فيه. الأخرى قبل ما يديوه للسجن العسكري تاع البليدة، داوه للثكنة اسمها بوجلابة، بزاف ناس ما يعرفوهاش. هذه الثكنة هذه جات وراء ثكنة عنتر، داروها كانت تبع السكورات اللي تأسس في سنة 2006. سكورات هذا مصلحة تاع مكافحة الإرهاب، واللي كان على رأسها جنرال حسن، جات من جهة البارك زولوجيك. دونك باش تكون عندكم فكرة على الوضع اللي عاشو محمد عبد الله. إذن من بعد تعذيبه واستنطاقه في ثكنة بوجلابة، هذه الناس ما يسمعوش بها ما يعرفوهاش، داوه للسجن العسكري. في السجن العسكري طبعا مر على قاضي التحقيق، على وكيل الجمهورية. هو السجن العسكري من المفروض يعني يحترم فيه الإنسان، يعني ما كانش فيه ضرب ومضروب وكذا كما يديروا في الحباس تاع السيفيل، لأنه يقولهيه يروحوا الشرطة ويروحوا تاع المخابرات وكذا، ولكن في السجن العسكري عادة كان نوع من الاحترام، باستثناء الفترة تاع التسعينيات وين كانوا يضربوا في المساجين، منهم الشيخ علي بن الحاج بن عباس المدني، كانوا يضربوهم بالعصا. كان واحد النقيب سماوه لي انا هذاك الوقت نسيتو، بعد طلع كولونيل رخيص ما نعرف فين راه، كان يدخل ليضربهم بالشطرب، يضرب بالعصا، واحد قاعد يجي يطيح عليه يضرب 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 يضرب، يعني عذاب ما عندوش اي تفسير. اليوم محمد عبد الله راهو في نفس الوضع، داير يحكيو المصادر ديالنا دي يقول لك منذ وصوله السجن وهما يضربوا فيه بالكوبيات ويسبوا فيه. بمجرد ان غير الملابس تاعو، نحى الملابس، لبس اللبسه ديك تاع السجناء، غير كمل زادوا عطاولو طريحه، يعني ما الضرب ما حبش. ما نحكيش هذه باش هكذاك الناس قالوا ايه فوالا على بالنا، لا، لابد من التحرك في اتجاه المنظمات الدولية، لابد من التحرك في اتجاه المنظمات الدولية، لابد من المطالبة بزيارة السجن العسكري وزيارة محمد عبد الله، لابد من الإلحاح على المنظمات الدولية
باش يزوروا محمد عبد الله في السجن ويحكي لهم واش صرا. يلزم يكون ضغط على هذه المؤسسات، على هذه المنظمات الدوليه، يلزم يكون ضغط. الناس اللي كانت تتمتع تسمع كي يحكي كي قدر عاجبها الحال وتستفاد منه ومن معلوماته، اليوم لازم تتحرك، يخرجوا في مظاهرات، يخرجوا في كذا، يراسلوا، يديروا اي عمل. لابد من التحرك. مانيش نحكي هذا باش هذاك شغل تقرعيج، داو عليا وجابوه منها، لا انا ما يكفيش. ماهوش الهدف من هذا الشيء اللي نجي اليوم نحكيه، وناس يعني المصادر اللي تمدلنا المعلومات تغامر، راهي تغامر بروحها، وناس واعيين. وبالتالي يلزم هذه المعلومات تستغل لمساعدة محمد عبد الله والضغط على عصام بن الحرام لإطلاق سراحه. نعم أقول لإطلاق سراحه. ربي قد الخير بلادنا وربي بعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله.